واروح بسرعه الى معسكر فريق النادي الاهلي عشان اطمن ايضا كمان على استعدادات الفريق لمباراه القمه امام نادي الزمالك. لذلك في هذه اللحظات انا برحب بزميلي العزيز فاروق صلاح من مقر اقامه فريق النادي الاهلي. مساء الخير يا فاروق ومساء التفاؤل، وان شاء الله باذن الله يكون يوم رائع لكل جمهور النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا محمد، مساء التفاؤل، مساء ان شاء الله مساء الانتصار للنادي الاهلي والحلم الكبير والبطوله الهامه هي بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله يوم يكون حافل بالانتصار، ان شاء الله يكلل بالانتصار وفوز فريق النادي الاهلي بمشيئه الله يا رب على نادي الزمالك وتتويجه بالبطوله رقم 9 باذن الله. طيب قول لي بقى، طبعا خلال الاربع خمس ايام الماضيه كان في غلق تام على معسكر فريق النادي الاهلي، لكن ما لمسته اليوم داخل اجواء المعسكر، الحاله، التفاؤل، المحاضره امتى، التحرك امتى للاستاد، الاجراءات الاحترازيه كمان اللي انت اكيد لمستها اول ما وصلت الى فندق اقامه فريق النادي الاهلي. خليني يا محمد اقول لك فعلا بالفعل يعني المعسكر المغلق للنادي الاهلي يعني تقدر تقول عنوانه التركيز والجديه والثقه والتفاؤل عند لعيبه النادي الاهلي. عايزين نطمن جماهيرنا على حاله لعيبه النادي الاهلي، جميع اللاعبين الموجودين ان شاء الله، اي 11 لاعب محمد موجودين في ارض الملعب ان شاء الله قادرين النهارده على اسعاد جماهير النادي الاهلي، وهم عارفين ان هم بيحملوا امال وطموحات اكثر من 80 مليون اهلاوي ان شاء الله يكلل اليوم ان شاء الله بالانتصار. من النقاط الثانيه المهمه محمد هو التشديد على الاجراءات الاحترازيه في النادي الاهلي و عملية التعقيم اللي بتتم بصورة مستمرة في كل أرجاء وفي كل مكان، يعني بيبقى فيه متواجد فيه لعيبة النادي الأهلي سواء في المطعم سواء في الغرف سواء في قاعة المحاضرات اللي مستر بيتسو موسيماني بيلقي فيها المحاضرات على اللاعبين. وخليني أقول لك يا محمد إن المحاضرات دي ليست النهارده فقط، يعني الراجل كل يوم كان بيبقى فيه محاضرة فنية للعيبة النادي الأهلي، يعني مش هنتكلم في نقاط فنية طبعا، متابعة فريق نادي الزمالك في المباريات الأخيرة والوقوف على نقاط القوة والضعف في نادي الزمالك. فالمحاضرة الفنية نقدر نقول حاجات كانت بصوره متكرره على مدار ايام معسكر النادي الاهلي واقامه فريق النادي الاهلي، محاضرات يوميه، الاجراءات الاحترازيه والدور الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الطبي على التشديد على الاجراءات الاحترازيه للاعبين، وده عمليه التعقيم اللي بيقوم بيها افراد المسؤولين في النادي الاهلي، تعقيم للباص الخاص بلعبه النادي الاهلي ايضا، والتعقيم للمطعم زي ما قلنا لقاعه المحاضرات. زي ما قلنا محمد التفاؤل والثقه اللي عند لعبه النادي الاهلي. لو هنتكلم بقى على تفاصيل اليوم النهارده محمد، النهارده كان تناول لاعبي النادي الاهلي وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2 ظهرا. المحاضره الفنيه في الوقت اللي انا بكلمك فيه خلال دقائق يعني دقيقتين ثلاثه هيكون دخول لعيبه النادي الاهلي للمحاضره الفنيه، المحاضره الاخيره لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين. طبعا عارف بقى بيبقى بيركز على بعض الامور سواء بقى في الجمل الفنيه، الجمل التكتيكيه او الكرات الثابته، بيعلن من خلالها التشكيل اللي هيقود بيه النادي الاهلي ويدخل بيه هذا اللقاء، بيدي بعض التعليمات لبعض اللاعبين. وفي بعض الامور يعني مع تواجد مستر بيتسو موسيماني المحاضره بتبقى وقتها اطول، يعني النهارده المحاضره في تمام الساعه 5:20 دقيقه، التحرك لملعب المباراه استاد القاهره الدولي هيكون في تمام الساعه 7. مستر بيتسو موسيماني مع تواجده مع النادي الاهلي بدا ان هو يدي وقت اطول للمحاضره الفنيه. زي ما قلنا محمد الثقه اللي عند لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، وثقه مستمده ونمدها لجمهورنا الكبير جمهور النادي الاهلي، التفاؤل اللي عند اللاعبين، الحاله الفنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي، يعني تقدر تقول يا محمد ان شاء الله يوم يكون مميز وهام لفريق النادي الاهلي يكلل بالانتصار. عندي طيب. برضو نقطة مهمة جدا يا محمد، يعني في سياق برضو في سياق تفاصيلنا ومتابعتنا يعني برضو لقمة الاهلي والزمالك، النهاردة كان في قمم يعني أكثر من مباراة قمة بتجمع ما بين الاهلي والزمالك في دورة زد اللي بتقام اليوم. كان في مواجهات ما بين فرق قطاع الناشئين في النادي الاهلي وفرق قطاع الناشئين في نادي الزمالك. فريق النادي الاهلي مواليد 2011 استطاع ان هو يفوز على نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء. فريق النادي الاهلي مواليد 2010 استطاع ان هو يفوز على نادي الزمالك بنتيجه 3 أهداف مقابل هدف. فريق النادي الاهلي مواليد 2008 استطاع ان هو يفوز على نادي الزمالك ب3 أهداف مقابل لا شيء. فريق النادي الاهلي مواليد 2007 تعادل بنتيجه هدف لكل فريق تعادل ايجابي، بينما الهزيمه الوحيده كانت لفريق 2009. تقدر تقول كانت سيطره يعني سيطره حمراء للاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي على مواجهات القمه اليوم. مواجهات القمه اليوم باذن الله. نرجع بقى للفريق زي ما قلت لك، التحرك ان شاء الله هيكون في تمام الساعه 7. تمام.
طيب يعني خلاص كل الامور عندك الحمد لله تسير على ما يرام، الحاله المعنويه جيده باذن الله، لا يتبقى سوى التوفيق في مباراه النهارده. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي، كان معانا على الهواء مباشره من داخل معسكر فريق النادي الاهلي.